شنو زمن الحجاج افضل شويه زمن منو زمن الحجاج افضل من زمن عمر بن عبد العزيز ليه؟ لأن زمن الحجاج فيه صحابة. زمن عمر بن عبد العزيز فيه تابعين والصحابة أفضل. أنا صعيدي مثلك. لكن الحجاج قالوا آية في الظلم. أنا مع الصعايدة ترى صرت ضدكم أنتم الفلاحين مولانا. أنا مع الصعايدة ضد الفلاحين. أحسن ناس. أيوة يا مولانا. جماعة الحسنيين. عن اليمين وعن الشمال عمين ولا عزين يا عم يقول بس ليش احسن يا مولانا الحجاج احسن من عمر بن عزيز رضي الله عنه بقول لك زمن الزمن الزمن ليش والحجاج لما يحويه الحجاج في الإدارة احسن لانه بس ظالم كان والله الظلم في ساعات يبعد ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر